حدث عن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، أكاديمية تأسست سنة 2015، رسالتها الرئيسية تتمثل في ترقية العلوم والتكنولوجيات وتعزيز أثرهما في المجتمع. هذه الأكاديمية مكلفة بممارسة دور الخبرة والاستشارة والمساهمة أيضا في ترقية العلوم والتكنولوجيات وتطبيقاتها، وأيضا المساهمة في تطوير تعليم العلوم والتكنولوجيات أقول ترقية تطور الثقافة العلمية وأيضا التقنية بتقريب العلوم والتكنولوجيات من المجتمع وتشجيع الحياة العلمية والتكنولوجية وأيضا دعم إنتاج المعارف وتشجيع التعاون الدولي. سنتعرف أكثر عن هذه الأكاديمية المرموقة، أعضائها، مهام هذه الأكاديمية وأيضا نشاطاتها وما الذي حققته منذ نشأتها، وسنعرج أيضا على الصعوبات التي واجهتها وتواجهها هذه الأكاديمية. كل هذا مع ضيفنا في أبلاتو السيد محمد خوجة، عضو مؤسس للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. صباح الخير سيدي، مرحبا. صباح الخير، شكرا على الاستضافة. أهلا بك سيد خوجة. في البداية لو تعرفنا أكثر عن هذه الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات هي أهلى أعلى هيئة علمية تقوم بالخبرة وتقديم الاستشارة لكل هيئات رئاسة الجمهورية، للحكومة، للوزارات، القطاع العام، القطاع الخاص. تقوم بتقريب المجتمع بعلمائه، بنشطائه في مجال البحث في التكنولوجيات والعلوم، تقدم خبرتها ومعلوماتها وكل مصادر البحث والنتائج المحصلة عليها من طرف الأعضاء ومن طرف الشبكة التي تعمل فيها على المستوى الوطني والمستوى الدولي، لتقديم خبرة، استشارة، حلول، نظرة استشرافية جديدة لكل المشاكل التي يعيش فيها المجتمع الجزائري، وخاصة متبعين ذلك الخطط والأساسية، البرامج الأساسية للحكومة الجزائرية التي تتمثل في الأولويات الثلاث: الطاقة، الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي، والصحة المواطن. هذه بصفة عامة الأكاديمية تتأسس كما أسلفتم بالذكر، تأسست في 2015 ودس في الدستور الجديد، إعادة مرسوم جديد في الذي خرج في أبريل 2022، حيث يشير في الدستور الجديد المهام التأسيس الأعضاء، حيث أن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا تأسس من جمعية عامة، من مكتب، من رئيس، أعضاء دائمين، أعضاء مشاركين. والأعضاء المؤسسين حيث كما سلفت بالذكر أسست ب 46 عضو في 2015، توفى حاليا ثلاث أعضاء رحمهم الله. والأعضاء المؤسسين يقومون بعد الجمعية العامة الاحتفائية التي برمجت يوم الأربعاء والخميس، الأعضاء المؤسسين يقومون باختيار نظرائهم على المستوى الوطني من أعلى كفاءة علمية في عدة نشاطات. سنتحدث عن هذا فيما بعد. بعد مضي أكثر من 7 سنوات على إنشاء وتأسيس هذه الأكاديمية، ما الذي حققته هذه الأكاديمية؟ يعني ماذا عن حصيلة نشاطاتها على المستوى الداخلي والخارجي أيضا؟ بحكم أن الأعضاء المؤسسين وكل النشطاء في داخل الأكاديمية يعملون في عدة مجالات، معظمهم في المجال البحث العلمي في الجامعات الجزائرية ومراكز البحث، وبعض الأعضاء في مجال الصناعي والتكنولوجي. النقطة الأولى التي انطلق منها معظم الأعضاء هي تقريب مهام ومهام الأكاديمية بالنسبة لهذه المؤسسات الحكومية الوطنية على مستوى المخابر البحث، على مستوى الجامعات، على مستوى المؤسسات الوطنية الصناعية العامة والخاصة. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، بحكم أن هناك نظرة للدولة الجزائرية من ناحية الأولويات، كل الأعمال التي تقوم بها الأكاديمية تنصب حول هذه الأولويات الثلاث كما قلنا، وخاصة بحكم التغييرات الجيوستراتيجية الأخيرة من ناحية الغذاء، من ناحية الصحة بعد الوباء تاع كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، وكل المشاكل التي بعد من حيث ارتفاع ثمن الطاقة، ارتفاع نقص وشح الغذاء على المستوى الدولي. الأكاديمية تقوم بتحليل هذه الوضعية الوطنية والعالمية وتقديم حلول
للمؤسسات الحكومية بصفة عامة. وكل على حسب اختصاصه وفي مجال عمله يقوم بتحليل المعلومات، بجمع كل ما يستلزم من أجل تقديم دراسة شاملة والنصح للمؤسسة الوطنية، للمخابر، للمؤسسة الصناعية، للحكومة الجزائرية بشكل عام. بالحديث عن أعضاء هذه الأكاديمية، كيف يتم اختيار هؤلاء؟ هل في قواعد إدماج هؤلاء؟ وعلى ماذا تعتمد أساسا عملية اختيار وانتقاء أعضاء الأكاديمية؟ الانتقال الأعضاء الأولين للمؤسسين كان عن طريق مشاركة أعضاء من 7 أكاديمية دولية. الدول الذين يكون حاضرين بعض الأعضاء منهم في الجمعية العامة الاحتفائية، هي الأكاديمية الأمريكية، الأكاديمية الفرنسية، الأكاديمية السويدية، الأكاديمية الإنجليزية، الأكاديمية الألمانية، والأكاديمية البلجيكية على ما أظن 5 أكاديميات. 12 عضو، عضوين من كل أكاديمية، كانوا هما الأعضاء الذين اختيروا من طرق المؤسسات الوطنية لاختيار وانتقاء أحسن الملفات التي قدمت. في البداية كانت حوالي 350-400 ملف ترشح من الأعضاء المؤسسين، وتم انتقاء 46 عضو. وشاركت في هذه اللجنة الانتقاء بعض الشخصيات الوطنية من معظم الوزارات الجزائرية، كوزارة الطاقة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصناعة، وزارة الصحة إلى آخره، ممثلين للإطارات من أجل إعطاء رأيهم في معظم الترشحات التي كانت لجنة الانتقاء تقوم من أجل اختيار أحسن الأفراد الذين يؤسسون ويمثلون الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتقنية. نعم. المرحلة الثانية بعد اللجنة أعضاء المؤسسين تقوم بعد قريبا إن شاء الله بعد الاجتماع تاع يوم الأربعاء بانتقاء أعضاء جدد، هي عامة حوالي 50 عضو كل سنة، لأن مجموع الأعضاء ما هو معمول به في معظم الدول 200 عضو. نعم. دائم في الأكاديمية. هناك أعضاء مشاركين هم أعضاء أجانب يشهد لهم بالخبرة، بالمستوى العلمي الفائق، الذين يخدمون المصالح الوطنية ولهم خبرة ودراية من أجل تقديم المساعدة والتشاور في بعض المجالات العلمية التي تهم الحكومة الجزائرية. نعم. في ذات السياق دائما بالحديث عن هذه الأكاديمية، من دون شك فيها أقسام، تتألف من أكيد. أقسام وفيها أكيد. تخصصات، كم أكيد. عدد أكيد. تخصصات في هذه الأكاديمية؟ الأكاديمية تتألف من 12 قسم. يتمثل نقول أن معظم الأقسام هي محاور تشمل معظم ميادين البحث والعلوم والتكنولوجيات في المؤسسة الوطنية، الغذاء، الصحة، الصناعة، الطاقة، الرياضيات، العلوم التطبيقية، كل ما يخص المجتمع ومشاكل البحث العلمي والتعليم على المستوى الوطني والمستوى العالمي، لأنها بحكم أنها تتعامل مع الأكاديمية العالمية، معظم الأقسام تشمل كل ما هو ما يهم الدولة الجزائرية من التعليم، من بحث، من نشاطات، من واضح. سيد محمد خوجة، ما هي الإمكانيات التي تنوي الأكاديمية تسخيرها يعني لتشجيع الإنتاج العلمي والتكنولوجي؟ من ناحية إمكانيات كان القانون الداخلي الذي هو في المرحلة الأخيرة الذي الحكومة يمضى عليه. القانون الداخلي يقدم الواقع الطريق من ناحية الأسس القانونية التي يجب أن تعمل بها الأكاديمية من أجل تقديم المساعدة، تقديم الاستشارة والخبرة لمعظم المؤسسات الوطنية. من أهم بعض النقاط التي تقوم بها الأكاديمية عن قريب إن شاء الله هي مثلا تخصيص جوائز سنوية لأحسن إنتاج علمي في معظم المجالات العلمية والتكنولوجية، القيام ببعض النشاطات تهم انتقاء أحسن المشاريع البحث التي تتم تطبيقها في المجال الصناعي والعلمي، انتقاء أحسن طلبة الجامعيين وأحسن الباحثين على كل مستويات التدرج ما بعد التدرج من أجل مساهمة. نعم. في تشجيعهم وتكوين. في هذه النقطة كيف يتم تشجيع هؤلاء الباحثين، يعني كيف يتم تشجيعهم يعني في الأكاديمية لربما تطوير نشاطاتهم وإنجازاتهم مهامهم أيضا؟ نتخيل عدة أساليب وطرق. الجائزة هي شكل رمزي من أجل تشجيع مهارة وكفاءة وطنية، الجائزة في حد ذاتها.
ما بعد الجائزة هو المهم. ما بعد الجائزة نتخيل في الأكاديمية عدة طرق يمكن أن تقوم بها الأكاديمية في إطار نشاطاتها التشجيعية، هي مثلا أن يكون مشروع البحث من أهم المشاريع التي تهم الأولويات الوطنية، وتقوم الأكاديمية بمتابعته عن طريق خبرائها الداخليين والقيام بعلاقات تكاملية وتشاورية مع بعض الأعضاء الأكاديمية العالمية على مستوى العالمي من أجل القيام برفع مستوى البحث الذي يقوم به هذا الشخص أو الهيئة التي استطاعت أن تنال الجائزة. طرق وأساليب أخرى يمكن أن نتخيلها في إطار العملية التشجيعية، أن تقوم خاصة في مجال المؤسسات الناشئة والمصغرة، أن تقوم الأكاديمية بمتابعة المشروع من بدايته حتى نهايته، وهذا لا يكون على طريق بفضل أعضاء الأكاديمية فقط، لكن بمشاركة عدة هيئات وطنية منها وزارة التعليم العالي، مراكز البحث الوطنية الموجودة والتي تشتغل في هذا المجال. نعم. يمكن الأساليب تختلف بالنظر على نوعية المشروع ودرجة نموه وأفق التي ينظر إليها الباحث من أجل تطويره والتسريع في تمكنه من الانطلاق من مشروع بحث في المخابر الجامعية إلى 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 منتج. نعم. منتج صناعي يمكنه أن يقدم الكثير للصناعة والاقتصاد الوطني. نعم. سيد محمد خوجة، يعني دور هذه الأكاديمية يعني فهمنا من كلامك أنه لا يقتصر فقط على الباحثين، وحتى ربما يكمن أيضا في التفاعل أيضا مع الهيئات. كيف ذلك يعني؟ لا يمكن أن نتخيل أن الأعضاء الأكاديمية هما هيئة لا تعمل على مع معظم الهيئات الوطنية، بحكم أولا أن الأعضاء ينتمون إلى معظم القطاعات الوطنية خاصة التعليم العالي والبحث العلمي، مراكز البحث العامة والخاصة، والله بعض المؤسسات الصناعية. التكامل العملية التشاركية والتكاملية والتي تقوم بها الأكاديمية هي أنها على نوع على حسب الموضوع، على حسب الموضوع البحث أو الإنتاج التي يقوم به الباحثين. مثلا نعطيك مثال، مثلا إذا كنا نعمل في مجال الماء والغذاء أكيد هناك مراكز بحث على المستوى الوطني، المركز الوطني للزراعة الموجود في 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 المناطق الصحراوية في بسكرة، إذا كنا نعمل في مجال الماء عندك المركز الوطني للصيد البحري إلى آخره، إذا مجال الطاقة عندنا السيدوير دونك مركز البحث للطاقات المتجددة أو المركز الثاني الموجود في غردايا في الطاقات المتجددة، إذا كنا في مجال الصحة هناك مراكز بحث تعمل في البيوتكنولوجيا والصحة، وكل بحكم أنه وجود على المستوى الوطني هياكل لها تجربة ولها علاقات جد متميزة مع المجتمع الوطني على مستوى الجامعات، الأكاديمية تقدم التكامل تاعها والتشاور تاعها والخبرة تاعها من أجل تجسيد بعض المشاريع الهامة التي تدخل في الأسس التي تنظر إليها الدولة الجزائرية. سيد محمد خوجة، أنتم كأعضاء في هذه الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، هل تشاركون في نقاشات ربما تهم ربما يعني ما يحدث الآن على الساحة الوطنية والدولية؟ هل تفكرون أيضا في بخصوص القضايا التي تطرح اليوم على المستوى الداخلي والخارجي؟ أكيد الأكاديمية لا يمكنها أن تكون بعيدة عن ما يجري في الساحة الوطنية والساحة الدولية، وقامت خلال خاصة في مرحلة وباء كورونا بعدة لقاءات عن بعد مع معظم هيئات وأكاديميات دولية، محاضرات، ملتقيات في مجال الغذاء، في مجال الصحة في أفريقيا، على المستوى الدولي الأوروبي، من أجل أولا طرح إشكالية النظرة الجزائرية للأكاديميين بالنسبة لبعض المشاكل الصحية الوبائية، مشكل الماء، مشكل الطاقة إلى آخره، من أجل الاستفادة الاستشارة وخاصة تبادل المعلومات، لأن أي مشروع بحث
هناك معطيات أولية ينطلق منها مشروع البحث، وبعض المعطيات أكيد تكون متكاملة وأحيانا مختلفة من بلد إلى بلد بحكم الجو، بحكم المناخ، بحكم الطبيعة، بحكم عدة لو نتحدث في الجانب الإبداع، هل تشوف أن الجزائر بحاجة ماسة إلى التكنولوجيات المبتكرة؟ لا يمكن أن نتخيل مجتمع راقي، مجتمع يصبو إلى تنمية مستدامة، يصبو إلى درجات عالية من الفكر، من العلم، من التكنولوجيا، من الابتكار، بدون أن نعطي الأهمية القصوى من ناحية الإمكانيات البشرية، الإمكانيات المادية. لهذا السبب المتابعة تبدأ على أدنى مستوى ممكن، تبدأ من المدرسة الابتدائية، تبدأ من المتوسطة، من الثانوية، من اختيار وانتقاء أحسن الطلبة في على كل المستويات ومتابعتهم على المستوى الجامعي نحو المدارس، خاصة دولة منذ سنوات قامت بإنشاء مدارس عليا جديدة تكملة لما هو موجود. وهذا النضج وهذا الفكرة، هذا الرؤية الاستشرافية التي تنمو والتي تصبو لرفع المستويات العلمية والابتكارية الأكيد تكون لها نتائج عن بعد، عن قريب أو على المستوى البعيد. وهذا يطلب من كل الأعضاء، من كل الناشطين في المجال العلمي البحثي التكنولوجي، من أجل مساهمة في هذه النهضة، إذا صدق نقول، الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية. نعم. التي أكيد تكون لها نتائج إيجابية عن قريب إن شاء الله. نعم. لما تحدث عن نشاطات هذه الأكاديمية نحو الجمهور العريض، هل تقومون بتنظيم ربما ندوات تعريفية للجمهور يعني بخصوص العلوم والتكنولوجيا؟ هل نظمتم ربما لقاءات نداء أو يعني من هذا النوع داخل الجمهور؟ طبعا نقطة مهمة جدا، خاصة إذا نظرنا الدولة الجزائرية تعتبر الوحيدة التي أسست وأعطت الأهمية القصوى للمجتمع المدني، مرسوم رئاسي يؤكد على ضرورة تخصيص إمكانيات، إعطاء أولويات، إعطاء الحريات من أجل هذا المجتمع المدني. وفي هذا الإطار الأكاديمية تدخل من أجل تقريب المعرفة، التكنولوجيا، العلوم إلى المجتمع المدني داخل الكواليس الأكاديمية. في هذا النقطة كانت الفكرة أننا ننطلق من كرفان، دونك جماعة من الأكاديميين على مستوى اختصاصهم تنطلق على كل النطاق الوطني، كل الولايات، من أجل الالتقاء بالمجتمع المدني، بطلبة الجامعات، بالباحثين في المراكز البحث، بالمواطن البسيط، من أجل معرفة المشاكل اليومية. لأن من أهم المهام ومن المنطلق تاع المشروع البحث هو كما يقولوا للحاجة ولد الابتكار. إذا كان المجتمع، إذا كان الفرد له مشاكل يومية يعيشها، لابد أن تنطلق هذه المشكلة وتصبح مشروع بحث. هذا مشروع بحث لتكون له قيمة إنتاجية، قيمة اقتصادية، إذا ما كانش هناك احتكاك ونقاش دائم بين المفكر، بين العالم، بين رجل العلم والتكنولوجيا مع صاحب المشكل من انطلاقة. هذا التكامل بيناتهم أكيد مع تخصيص إمكانيات مادية وبشرية، مع تعاون مع عدة قطاعات وعدة عاملين وناشطين في المجال، نستطيع أن نتخيل وننتظر أن النتائج تكون جد مهمة من أجل رفع. لو نتحدث قليلا عن المشاكل التي واجهت هذه الأكاديمية في السابق، نعرف أن ربما اختيار الأعضاء في البداية يكون صعب جدا، ما هي المشاكل التي واجهت هذه الأكاديمية سابقا، وفيه مشاكل ربما يعني اليوم تواجه أيضا هذه الأكاديمية؟ مشاكل كما صعوبات إن صح التعبير أحسن. نعم، صعوبات ربما أحسن هو المصطلح. أكيد مثلا الصعوبة الأولى، أولا المقر، مقر ما كان في بداية 2015 ما كانش عندنا مقر رسمي على مستوى دونك الأهمية التي تعطيها الدولة الجزائرية الأكاديمية. من 2017 لنا مقر رسمي. النقطة الثانية هو القانون الأساسي. القانون الأساسي كما أسلفت بالذكر هو الذي يعطي الأطر القانونية التي تعمل بها الأكاديمية من ناحية النشاطات الداخلية، من ناحية الميزانية، من ناحية التعامل مع الهيئات الوطنية والهيئات الدولية. إذن الترسيم الأكاديمية والقانون الداخلي للأكاديمية يسمح لها بانطلاقة
انطلاقة جدية أكيد تكون لها نتائج جد 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 مهمة على المستوى الوطني. النقطة الثانية، القانون الداخلي هو الذي يعطي انطلاقة أخرى للنشاطات على المستوى الوطني، وأكيد المرحلة الثانية من أجل انتقاء الأعضاء لتكميل الأكاديمية، لأن الأكاديمية حاليا فيها 43 ولازم تكون فيها 200 عضو. مازال عمل على المستوى على اكيد في السنوات القادمه ان شاء الله بانتقاء الاعضاء المكملين، والمكملين يكونون على حسب اختصاصات التي تنقص اليوم في الاكاديميه، والتي تعتبر استجابه للمشاكل التي تعيشها الساحه الوطنيه والساحه الدوليه. نعم. الاكاديميه الجزائريه للعلوم والتكنولوجيات طبعا ستنظم اول جمعيه عامه احتفاء ربما لها يومي 28-29 سبتمبر الجاري هنا في العاصمه. هل طبعا هي حتكون انطلاقه ربما الموسم الاكاديمي الجديد، هل اعددتم مخطط عام لسنه 2023؟ اكيد، كما سبتم بالذكر يوم الاربعاء 28 هي الجمعيه العامه الاحتفائيه الاكاديميه. هو معمول به في كل الدول، ان كل كما كانت السنه الجامعيه الدخول الاجتماعي الجديد، السنه الاكاديميه رسميا تبدا يوم 28 سبتمبر ابتداء، معناه انطلاقه جديده. في هذا الاطار هناك بعض المحاضرات التي يقوم بها بعض الأعضاء الأكاديمية التي تخص أكيد المجالات الأولويات، تخص الغذاء، الماء، الطاقة، الصحة، التهيئة العمرانية. في هذا الجمعية الاحتفائية العامة الأكاديمية قامت ستستقبل ضيوفها. من بين الضيوف هم بعض الأعضاء الذين كانوا في اللجنة الانتقاء الدولية. نعم. الأعضاء مشاركين من أعضاء من أكاديميات عالمية يكونوا حاضرين. النقطة الثانية أنها تكون الفرصة من أجل الالتقاء بين أكاديميين الجزائريين والأكاديميين الأجانب، من أجل النقاش وتبادل الخبرات النقاش، وأكيد تكون الفرصة من أجل تقديم ملخص ما قامت به الأكاديمية في السنوات الماضية، وما هو البرنامج الذي تسطره الأكاديمية في السنوات المقبلة. أكيد تكون هناك مواضيع أخرى في الكواليس بين الأعضاء وبين بعض المؤسسات والبعض الضيوف الذين يشرفوننا إن شاء الله يوم الأربعاء، من أجل طرح بعض المشاريع ولا بعض المشاكل التي تعيشها الساحة الوطنية أو الدولية. وهو كذلك أشكرك جزيل الشكر سيد محمد خوجة، عضو مؤسس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، كنت ضيفنا خلال هذا الموعد الإخباري. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لك. شكرا سيدي الكريم.